السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا النهاردة من قناتنا مون مون فاشون. إن شاء الله النهاردة هنقدم مشروع جديد، هيكون ميكس بين الشغل الكروشيه اللي احنا متعودين عليه مع بعض وبين التفصيل. إن شاء الله النهاردة هقدم البلوزة دي، هي هتبقى عبارة عن قماش وهنشتغل عليه كروشيه. القماش هيبقى في جزئية البلوزة نفسها والكمام، بس الكم هيبقى من اول المفصل من فوق لحد الكوع هيبقى قماش، وبقية الكم هيبقى كروشيه. وطبعا هنطعم بقى البلوزة بشغل الكروشيه من على حردة الرقبة وعند حرف البلوزة من تحت. تمام، البلوزة دي هتبقى ميديوم، هنعملها بمقاس ميديوم ان شاء الله. طبعا اول حاجة بنعملها بناخد دوران الصدر بتاع البلوزة، دوران الذراع، طول الكم، عرض الكتف، طول البلوزة، دوران الهامش. طبعا النهاردة شغلنا هيختلف شوية، هيبقى جزء كبير منه تفصيل والجزء الصغير منه هيبقى كروشيه، هيبقى على عكس كل الفيديوهات بتاعتنا. ان شاء الله النهاردة نستفيد مع بعض من الفيديو بتاعنا، ولو اول مرة تشوفيني او تشوفي القناة بتاعتي ياريت تشتركي وتدوسي على زر الجرس صفة الكل ليصل الكل جديد، ولايك وشير للفيديو نستفيد منه كلنا ان شاء الله. تمام، طيب انا عندي النهاردة القماش ده، يعني هو ده هيبقى شكل البلوزة في الاخر ان شاء الله. وطبعا الجزء ده هو اللي هيبقى شغل، وحرف البلوزة شغل، وحردة الرقبة بس هي اللي شغل. تمام، احنا عندنا النهاردة القماش ده فيسكوز معالج، يعني مش من اللي هو بيكرمش. تمام، تركي، قماشته حلوة قوي. هي كانت حتة قماشة عندي فضلة، تمام، وانا حبيت ان انا اعملها بلوزة واستغلها. تمام، مش هقول لكم بقى ان انا شاريه القماش وكده لا، هو القماشه دي عندي حته فاضله اهي. تمام، مقاسها متر بالظبط، وانا قلت ان انا اعملها بلوزه واستغل واشتغل بيها، اطعمها بشغل الكروشيه واعمل منها بلوزه كاجوال ظريفه بناتي كده انيساتي. يا رب ان شاء الله تعجبكم باذن الله. طب انا خدت عندي هنا مقاسات البلوزة. تمام، انا واخدة الطول بتاعها 60 سنتي، وان قل شوية طبعا انا هشتغل حرف كروشيه. اهو ده طول البلوزة معايا، هنقصها مع بعض اهو، طولها 60 سنتي. انا مش بشتغل بالباترون ولا حاجة، انا بشتغل بالمزورة وبالمقاسات. تمام، انا خدت المقاسات عندي اهي، هطلع لكم دلوقتي الكم اللي انا هشتغله وهكمله كروشيه. يعني انا عندي هنا الكم، اخدت الدوران الذراع 20 سنتي اهو كده، هو ده الكم بتاعي. تمام، هنقص بقى مع بعض وهنطلعه هنشوفه هيبقى قد ايه معايا. علشان اقدر اعمل كم للبلوزة يبقى من فوق قماش، ما يبقاش كله شغل من فوق اهو. احنا خدنا معايا المقاس ده كده اهو 20 سنتي اهو معايا اهو 20 و20، يعني الدوران كله 40 ب3 سنتي، بسيبهم خياطة. يعني انا كده عندي 38، هو كده 38 عندي الدوران كله، بسيب له بقى 2 سنتي خياطة. لازم تسيبي 2 سنتي عشان تخيطي، مينفعش تخيطي على الحرف، لازم تسيبي 2 سنتي هنا للخياطة. تمام، دي معلوماتي البسيطة يعني عن التفصيل، لان انا بصراحة بحب التفصيل قوي قوي زي ما بحب الكروشيه كده وشغل الهاند ميد، فدرست عنه وعرفت معلومات كتيرة عنه، وبالتالي بستخدمها في اي شغل انا بعمله، اي
تفصيل انا الموديل انا بعمله بناء على المعلومات اللي انا عرفتها عن التفصيل. تمام، انا كده هطلع قطعة الكم اللي هي من المفصل لحد الكوع، اللي هي دي هوريها لكم اهي في التصميم اللي انا عاملاه البسيط ده، من المفصل بتاع الدراع لحد الكوع هنا، دي كده ده كده هيبقى عندي قماش، والباقي ده بقى انا هطعمه بشغل الكروشيه. تمام، فانا خلاص قست كده، فهطلع القطعة دي اهي. بسم الله، تفصيل سهل جدا ان انت تعرفي تخيطي وتطلعي موديل لنفسك، سهل جدا وبسيط. ولو مش بتعرفي تخيطي اي بلوزة قديمة من عندك فكيها، تمام، وفكي الكم لوحده وفكي الامام لوحده والخلف لوحده، وشوفي مقاساتك بالمزورة واكتبيها في ورقة واعرفي مقاساتك ايه. تمام، وجربي كده في قماشة كده ما تكونش غالية قوي. تمام، وفصلي لنفسك بلوزة كاجوال كده تكون مقفولة او مفتوحة زي ما تحبي، وشوفي هتعملي ايه في التفصيل. ان شاء الله بالتدريب ان شاء الله تتقني الموضوع. اهو انا ده كده الكم اللي انا عاوزاه، ده المقاس اللي انا عاوزاه من المفصل لحد الكوع، وبقيه الكمام بقى هشتغلها بخيط اليز ديفا اللي احنا شفناه مع بعض، اللي هو اللون الكافي ده او البيج ده، هو ده اللي ماشي مع الورده اللي في البلوزه. تمام كده احنا طلعنا الكم خلاص. طب انا عندي كده البلوزه اهي، بقى البلوزه كده هتبقى مقفوله. البلوزه بتاعتي اهي تبقى مقفوله، البلوزه بتبقى ليها امام، ده الامام وده الخلف، ده الامام بتاع البلوزه وده الخلف يعني الظهر، وده الامام من قدام. تمام، وده خط الجنب، الاثنين دول خط الجنب، وده خط النص، خط المنتصف ان هو انا ادني القماش كده، يبقى انا عندي كده ده خط المنتصف. انا تنيتها اهي وضبطها على بعض، هنيجي دلوقتي في قصة الحردة بتاعت البوت او الجيرو، اسمها الجيرو، هي بتبقى على حسب الموديلات والمقاسات. يعني عندي مثلا الاطفال كل سن ليه مقاس، عندك المقاسات بقى الموديلات اللي هي ميديوم ولارج واكس لارج وثري اكس لارج، دي كلها برضو ليها مقاسات. طبعا الحاجات دي كلها بتبقى ليها دروس وليها طرق عند الناس اللي هم متخصصين في التفصيل. انا بشتغل على قد التعليم بتاعي وعلى قد معرفتي بالموضوع، فيعني المعلومة بتاعتي هتبقى مبسطة مش زي الناس المتخصصة في الايه في التفصيل. تمام، طب انا عندي هنا المقاس بتاع الميديوم، المقاس حردة الجيرو اللي هي حردة الكم دي اسمها حردة الجيرو، بتبقى من كل وزن مثلا وليه المقاس بتاعه. بنيجي بقى عند بالنسبة للاطفال لحد 15 سنة كده، بنيجي بقى المقاسات الموديلات اللي هي الميديوم ولارج زي ما قلنا، بتبقى الميديوم مثلا حوالي 23 سنتي، يعني انا هنا اهو حردة الكم اهي او الجيرو دي 23 سنتي. انا بحط المنظورة كده، هي ليها حسبة تانية بقى بالبطرون وبيقيسوا نقط وخط منتصف وموضوع كبير كده، انا باخدها بالمقاس المنظورة كده زي ما انا اتعودت نفسي. تمام، 23 سنتي اهي. تمام، وهبدأ اقص السقطة بتاعت الكم هنا، بتبقى من حوالي 7 سنتي تقريبا او حاجة زي كده اهو اهي. تمام، وهنا كده الحردة بتاعت الكم هنا دايما بنعملها بحردة كده، يعني ما بتبقاش مدببة كده، لا بتبقى ليها دايرة كده. تمام،
طب هبدأ انا اسمي الله واقص زي ما انا متعودة كده بقى. ان شاء الله انا عندي كده الكم اهو وريته برضو، ده خط المنتصف بتاع الكم، يعني الخط اللي هنا بيبقى عندنا هنا هو كده ما فيهوش خياطة، ده خط المنتصف اللي هو بيبقى ماشي مع حردة دوران الصدر. يعني انا هنا دي الحردة اللي هشتغلها دلوقتي دي هي دي اللي هتبقى مع دوران الصدر اللي هو تحت البوط تحت الجيرو، تمام، اللي هو البوط بتاعنا من تحت كده. انا هقص بقى منها دلوقتي واطلع على الدوران ده كده، ممكن اعلمها لكم كده اهو برضو علشان ايه، اهي كده اهي كده علشان برضو تبقوا شايفينها معايا اهي، تبقى بدايرة كده. طبعا ده غير الباترون، ده غير قص الباترون. خلاص ببدأ اهو اسمي الله اهو معايا اهي بالراحة. تبقى بدايرة كده اهي، تمام كده. هو ده الكم بتاعي، المسافة اللي انا عايزاها من المفصل لحد الكوع او قبل الكوع بشوية، عشان انا بقى هبدأ اوضب الخيط القماش بتاعي، هعمل له اوفر وهنضفه عشان ابدأ اشتغل عليه كده. دي حردة الكم. مش عارفة تعملي كده تفكي كم من عندك، بلوزة قديمة، فستان قديم، تطلعيه مظبوط عليكي ومظبوط مقاسه، تطلعيه وتعمليه كباترون وتجيبي القماش بتاعك وتحطي وتقصي زي ما انا قصيت كده، سهلة جدا جدا ما فيهاش اي حاجة، تمام. هنيجي هنا بقى للايه، للبلوزة بتاعتي اهو، عندي امام وخلف، انا تنيت البلوزة هنا تانياها عشان لما هقص حردات الجيرو بتاعت الكم والرقبة هتبقى مناصفة بين الاتنين، وده خط المنتصف بتاعي اهو. انا عندي هنا خط الكتف بتاعي، عرض الكتفين عندي طلع 40، تمام اهو انا علمت هنا 40. هنيجي ناخد المنتصف بتاعه هنا منتصف عرض الكتف وهنعلم عشان هنعمل منه حردة الرقبة، تمام. وهنيجي هنا بقى عند حردة الكم اهو، هبدأ انا دلوقتي اقص 2 سنتي كده بميل كده للكتف، يعني ما ينفعش الكتف يبقى مستقيم، لازم يخط المايل ده. خلاص وهبدأ اقيس اهو، اهي الكم بتاعي اهو اهو، عشان طبعا الكم بتاعي بركبه عليه نفس المقاس بتاعه اهو، هو 23 سنتي. دي حردة الكم بتاعي برضو، بدخل كده حوالي 2 سنتي كده او 3 سنتي عشان ابدأ ان انا احرد حردة الجيرو بتاعكم اهو. مش برضو بزاوية قايمة قوي عشان تريحني في تركيب الكم. بس هو ده القص بتاع البلوزة. طبعا عشان انا اتعودت اقص كده من زمان، تمام، فخدت على موضوع القص ده، بس يا دوب باخد المقاس بالمزورة وابدأ ان انا اقص بقى ايه زي ما قلت لكم كده. هنا بقى هفصل لان هيبقى حردة الرقبة الامامية غير الخلفية. كده هبدأ اوضب حردة الرقبة معايا، تمام، برضو انا عايزاها حردة صغيرة مش عايزاها كبيرة. هقيس من هنا كده 7 سنتي اهو، 7 سنتي، وهعلم كده
وهقيس كده برضو الطول من منتصف اللي هو خط النص ده 7 سنتي برضو، على حسب بقى الاحجام. طبعا احنا بنقيس، بناخد عردة الرقبة ازاي، بنحط المازورة حوالين الرقبة بتاعتنا تمام، ونقيسها اكن انت قافلة بلوزة بالظبط، اكنك قافلة بلوزة، لازم الرقبة بتاعتك ما تبقاش ضيقة عليها، وتشوفي هتاخد معاكي كام، هتاخد معاكي كام، وهتقسمي الرقم اللي هيطلع ده على 5 تمام. بس كده بناخد بقى المقاس بتاعنا، بننزل بالحردة بتاعتنا اهي، انا خدت من هنا 7 ومن هنا 7 تمام كده. لو عندي بقى المسطرة كنت عملتها لكم، هنيجي بقى الدايرة كده، هنوصل من 7 دي للـ7 دي، اهو ده كده 7 وده كده 7، هوصل انا الخط ده بالخط ده دوران كده تمام. طبعا وهنترك العلم الاهل العلم طبعا، يعني الناس اساتذة التفصيل دول ما شاء الله عليهم. انا بعمل على قد يا جماعة، اي حردة الرقبة بتاعتي الزغنطوطة عشان ما تبقاش واسعة والبلوزة تبقى مبهوقة معايا من هنا، ليه؟ لان انا لسه في 1 سنتي او 2 سنتي خياطة وكده. خلاص دي حردة الرقبة، ودي الكتف بتاعي، احنا قلنا لازم يبقى نازل بميل كده اهو اهو، ما يبقاش خط مستقيم كده، لازم يبقى نازل بميل كده عشان يبقى الخياطة مستريحة، لسه هخيط هيبقى كده تمام، ما يبقاش بقى ايه، لو انت عملتيه زاوية قايمة كده هيبقى فيه هنا القماشة طالعة على كتفك كده، تبقى طالعة كده عاملة كسر من هنا، لا هنا بيبقى مستريح مع الكتف بتاعنا لان احنا كتفنا واخد زاوية كده تمام. ودي حردة الجيرو او حردة الباط زي ما عملناها مع بعض. هنا بقى دي حردة الرقبة اهي الخلفية، الحردة الامامية دي الحردة الخلفية بقى، بتبقى صغيرة شوية ميبقاش كبيرة زي التانية كده اهي، برضه هحدد 7 سنتي هومت اهم عشان يبقوا الاتنين على بعض، الفتحتين على بعض، ولكن هنا بقى معايا هنا 2 سنتي او 3 سنتي، 3 سنتي كفاية اوي، بس هي هي نفس 7 سنتي من فوق عشان الكتفين يبقوا على بعض. انا خلصت كده القص تمام اهو، لسه في حاجة تانية هقول لكم عليها برضو من ضمن المعلومات التفصيلية اهي كده، ولازم الاباء الخلف يبقى اكبر من اعلى من الامام تمام كده اهي، لانها ميديوم البلوزة ميديوم مش كبيرة. هنيجي بقى هنا خلصنا اهو الحردات بتاعتنا تمام، هنا اهي الحردة دي قد الحردة دي بالظبط، لا الخلف عندي بيبقى اكبر من الامام، الامام بيبقى اقل من الخلف 0.5 سنتي. هنحط بقى الامام على بعضه كده تمام اهي، دي حردة الامام، بقللها شوية، بقللها سنة 1 سنتي بالظبط، ما بجيش جنب الباط خالص اهو اهي، هو 1 سنتي بالظبط اهي، بحردة الجيرو الأمامية اهي 1 سنتي بالظبط، بقلله عن الخلف تمام. ما بجيش جنب البط من هنا خالص، بجي على الهوا كده كده اهو، وابدا اطلع على
علشان البلوزه ما تبقاش معباده من عندي من الحته دي، وبالتالي برضو في الكم، الكم برضو هناخد يعني الامام بيقل شويه عن الخلف اهو، هو نفس السنتي ده بنقلله عن الخلف. وهي كده انا اعتبر ده الامام اهو، بقلله برضو حاجة بسيطة خالص عن الخلف. مع الهوا كده تمام كده. ودي طريقة قص البلوزة، يا رب اكون شفتكم النهاردة في الفيديو، وهنتقابل بقى مع بعضينا في الجزء الثاني للفيديو لما نخيط البلوزة، ونبدأ ان شاء الله الشغل على القماش، ونشوف ان شاء الله الشكل النهائي هيكون ايه بإذن الله. واشوفكم ان شاء الله على خير. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وتنوروني وتشرفوني، واشوفكم على خير بإذن الله في الجزء الثاني لتكملة البلوزة. السلام عليكم ورحمة الله.